لك اي بي. اول شيء سنه قلنا عرفنا ان الاي بيات استخدمها كل ديفايس الاي بي خاص بها استخدمها حتى تتصل ويا حاسبه ثانيه تمام. هسه كل استخدم تتصل على الواي فاي موجود هنا راح صرت لك اي بي خاص بك وانا اي بي خاص بي اوكي. ف الاي بيات عندي بوبليك اي بي اسمه هو اصله هو بوبليك اي بي يعني يعني هو كل مؤسسه كل بنك كل شركه له بوبليك اي بي خاص بي كل وزاره شو اسمه بوبليك اي بي حتى اللي عندي اللي هذا مو 1.88 هذا اسمه برايفت اي بي هذا يكون خاص بالنتورك بس باللان بوبليك اي بي الوان يعني انا عندي لان وعندي وان اللان اللي هي لوكال اريا نتورك والوان اللي هو وايد اريا نتورك. البرايفت ما يمشي على الشغل لا ما يمشي اكو شيء اسمه نات اللي هو يعني هو من اسمه بوبليك اسمه البوبليك تقريبا سعره $150 اللي يريد يشتري بوبليك من نوروز يشتري $150 تفتح موقع خاص بي تمام تفتح يعني تجيب سيرفر وموقع او الاعدادات بس فانا اقدر اوصل الموقع مالتي اي وسيله تخليني اوصل الموقع مالتي عن طريق بوبليك اي بي اشتري بوبليك اي بي $150 بالشهر تدفع عليه هذا بوبليك اي بي يسمح لاي شخص انه يقدر يوصل لك تمام. هسه الوضع هاي بيها بوبليك اي بي حتى انا اقدر اوصل لها 216 تمام الى نهايته. بالنسبه للبرايفت اي بي البرايفت اي بي عندي فقط ثلاث رنجات يعني الاي بي عندي ثلاث رنجات اللي هو 9.4 على 16 على 16 ماسكات بس هذا يعني غالبا يستخدموه مثل بالرابط الموجود هنا مستخدمين هذا الرنج 9.8 تمام. شوف بس البرايفت اي بي مالتي 9.8 هذا شنو هذا برايفت اي بي ما يصير استخدمه بالبليك يعني ما يصير استخدم هذا الاي بي واخليه على الراوتر حتى اخلي العالم يعني الخارج يوصلوا لي. فبرايفت اي بي هو اسمه برايفت يبقى داخل نتورك ما يطلع خارج الا عن طريق تقنيات معينه في بي ان. اي نعم اتوقع كل دارس ايبيات هنا ما دارسين ايبيات موجود بيسك يعني بس يشرح شابتر زين. انا هسه عرفت انه عندي بابليكات 32 بت شو المشكله اللي عندي بالاي بي فيرجن 4؟ الاي بي فيرجن 4 عدده محدود تمام تقريبا 62 فعدده يعني عدده صغير بالنسبه يعني بالنسبه للكبر العالي كل حاليا كل شيء يحتاج بابليك اي بي كل شيء بالخارج الثلاجه تحتاج اي بي المجمد تحتاج اي بي يعني الاي او تي كل شيء يحتاج اي بي تمام. كان يمشي بس هسه حاليا خلص اي بالضبط خلص يعني قام يسوون طرق حتى يعني يقتصدون بالبوبليكات. الطريقه الاولى اللي سووها اللي هي سميها سبنتنج
عندي كلاس فور سبمتنج وكلاس لسه سبمتنج. الكلاس فور انه تقسم لي يعني عندي 10 0 على 24 مثلا. تمام، هاي 24 تعبر عن شيء اسمه سبمت ماسك. هذا الماسك عبارة عن وحدات 32 واحد. هذا الماسك عن الشبكة اللي عدت يعني الأرض أربط كمبيوتر بكمبيوتر ثاني، لازم يكون نفس الماسك، لازم يكون يعني نفس النيتورك. ثاني لما اتصلت على الواي فاي أخذت أي 192.168.168.10. تمام، ف لازم إذا يعني إذا أريد أوصل لك لازم أنت يكون نفس النيتورك عندك، نفس الآي بي، نفس واحد، نفس أول. هاي الاي بي مالتها 10.0.1 هذا 10.0.0. تمام، شوفوا يعني هذا الاي بي يشبه هذا الاي بي. اوكي، يعني يكون اوت اتصال بيناتهم. تمام، زين. شلون انا عندي هسه هذا 10.0.0 شو اسمه ماسك هذا ياخذ لي يعني هذه الجهه يوصل عن هذه الجهه. هاي الجهاز يكون ان شاء الله هاي الجهاز يكون مختلفة. هذا يسمى هوست ادريس، هذا يسميه نتورك ادريس. النتورك ادريس يكون ثابت بكل يعني كل الديفايسات، بس الهوست ادريس يكون متغير. واضح؟ هسه بايف على اذا انا خليت 24 هسه راح اشرح شنو 24. بس 24 يعني راح تثبت لي هذه 10 صح، صار عندي نتورك 10.0.0. تمام؟ والهوست اللي هو يعني هذا الواحد. هذا 10.0.0 لازم يكون ثابت كل الاجهزه، والواحد لا يكون غير كل جهاز رقم مختلف. حال ان هذا مثلا صار 10.1 وهذا 10.0.0 هنا ما راح يكون اتصال بينهم، راح يقطع الاتصال. لازم يكون نتورك لازم يكون نفس النتورك. تمام؟ نتورك هاي وان شيبر اي نتورك يعني مال دوله يعني مدن بالضبط. اي نعم بالضبط. انا عندي هسه لما قلت 24 هذا عباره عن 24 واحد، لكن هذا 10.0.0 هو عباره عن 0.0.1 اوكي. هاي 10 0.0.0 احنا قلنا الاي بي 32 بت 0.0.0.0.0.0.0 هاي الاسبار كلها صفر. تمام، عندي اخر 0.0.0 بنهايته واحد. اوكي، عندي الماسك لما اقول ماسك 24 الماسك هذا يعني 24 عندي 24 واحد راح يكون جوا كل واحد واحد واحد. تمام، احسن ثمان وحدات على ثمان وحدات انه يعني هذا ثابت يعني هذا لازم ما يتغير. راح يصير عندنا 10 10 ضد تنزل ثابته. تمام، عندي هذا صار عندي هذا رقم لما اضرب هذا الرقم بالماسك مالته راح يبقى ثابت. عادي يعني لوجيك عادي. ها؟ لوجيك عادي. نعم لوجيك عادي. هو عندي يعني راح يصير صفر لوجيك صفر في واحد صفر واحد في واحد يعني راح تنزل نفس 255. نعم عندنا نفس الشيء 200 يعني24 هذا الصفر هم راح اضربه ثمان وحدات راح يبقى صفر نفسه. الصفر الثاني راح يبقى صفر
تمام. بس عندي اخر شيء اللي هو عندنا عندنا واحد هذا واحد احضره باثنين واحد احسب من اصبعك انا عندي ماس بيتر الماس هو كامل 32 بت وتعدل العادي فال 24 يتعبر عن 24 واحد بطلع عندي 8 8 يتعبر عن نتورك أنا كثير سبعة عشان هاي من اللي نحتاجه إيش رأيك تحتاج؟ تمام دكتور فهي عندي يعني ال something بس شغلها إنه حتى أقل من استخدام العبيدات. حسنا بالكلاس يعني أكو كلاس تيس أو كلاس فور. هي شوية. خلينا نسوي لعبة صغيرة ونشوف. بس 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 أنا خلي إيه ركزوا إيه ركزوا على السبعين تين. أنا هو فهمه شوية صعب ما أقدر أوصل الفكرة بالضبط. هذا طبعاً هو البرنامج اللي يستخدمه هواوي اسمه AMSD. تمام هذا برنامج العملي بهواوي اكو سيسكو اسمه باك تريسر هو اسمه اي ان اس بي انتربرايز نتورك سوليوشن يحتاج ميموري يحتاج سي بي يو هذا انا خليته مثلا اي بي 10001 الماسك مال 255 0 عندي شيء اسمه جيت واي تشوفنا عندي شيء اسمه جيت واي هذا الجيت واي انه الطريق مالتي حتى اطلع للحاسبه الثانيه تمام بالسويتش مثل هذا السويتش لما اربط حاسبتين لا ما احتاج جيت واي مباشرة هذا يشتغل لير 2 لير 2 ما يحتاج جيت واي مباشرة اربط لابتوب ولابتوب ثاني مباشرة اقدر اوصل له بدون اي بروتوكول يعني بس اربطه بس لو عندي راوتر مربوط رابط على حاسبتي يعني راوتر لا انا احتاج جيت واي كل حاسبة بس هسه بحالتي انا ما احتاج جيت واي راح اخلي جيت واي فارغ صفر عشرة زيرو زيرو تو طبعا لازم نفس الماسك بالضبط تمام بس هذا الجهاز اللي نزلته نفس هذا السويتش هذا السويتش نفس هذا السويتش هنا هذا نربط كابلات هذا الكابل هذا يعني شركات او مؤسسات تلفون كل يعني كل يوزر الى ما عنده كيبل مربوط بالسويتش كل يوزر بالشركات ما يستخدمون الواي فاي دائما يستخدمون دايركت لينك من السويتش مباشر للديفايس فانا بحال اني اسوي بينج 10.02 نشوف انه وصل بينج تمام بدون اي جيت واي بدون اي بروتوكول مباشر يصل لانه سويتش هو اسمه سويتش بس مباشر يعني يسوي فورورد ترافيك
انا سأرى... انا لازم اعرف انه السويتش يشتغل لاير 2، اكو سويتشات تشتغل لاير 3 بس يعني اغلب السويتشات يستخدم بس لاير 2، ما نحتاج لاير 3، عندنا الروات نستخدم لاير 3، عندنا الفاير وول يشتغل لاير 3. منهج ال HCIA راح يعني الاستخدام يكون بس هذا الديفايس اللي اسمه راوتر، هذا اللي اسمه راوتر، بقيه لك تستخدمه ما تحتاجه بال HCIA، للبي والاي تحتاجوها بس للاي ما تحتاجوها. الايقونات اي الايقونات هاي هاي السويتشات بس نستخدم السويتش 3700 5700 في HCIA. السي والسي على نستخدم الدات سنتر. بعد ما وصلنا فهسه عندي هاي الاي بي ادرس، فهم انه عندي نتورك ادرس وعندي هوست ادرس. الهوست ادرس اللي هو يكون متغير والنتورك اللي يكون ثابت، يعني كل نتورك خاصه بيها، كل هوست الاي بي خاصه بيها. هوست مثلا هنا اللي الشبكه موجوده هنا 192.168.88 هاي شوف 88.0 هي 0. انا عندي 0، انا عندي 10، انت عندك 5، انت عندك 6، يعني حتى يعني الهوست يكون متغير والنتورك يكون ثابت. النتورك لازم النتورك يكون ثابت لكل الديفايسات حتى يكون الكونكشن الديفايس الثابت. هذا انا بس يشرح شلون عبر عن الاي بيات، وكل اي بي عباره عن 8 بت. هذا انا بوصل، هذا عندي نتورك عندي هوست، تمام. النتورك دائما يكون ثابت، الهوست لا، الهوست يكون متغير، كل ديفايس له اي بي واحد. اي نعم، جزء نتورك اي بي، نتورك اي بي هوست، جزء يعرف الشبكه وجزء يعرف الهوست نفسه، وحسب عدد البايتات راح يصير تصنيف. اي نعم اي نعم، كلاس فول كلاس فول. هاي عندي كلاسات طبعا، هي بعد يعني الكلاسات بس نستخدم بالبرايفت اي بابليك اي، ماكو شيء اسمه كلاسات بس بالبرايفت اي. بس حاليا انا بالنتورك موجوده هنا انه ماخذين اي بي 192.168.10.0، تمام. الماخذين ماسك مالتي 24، هذه النتورك تعبر انه كم يعني كم هوست تتحمل هاي الشبكه او كم هوست تقبل هاي الشبكه. 24 هي تبطالي 8 اصفار، اصفار 2.4 أو 2.8 هاي تعبر عن هوست، 2.8 و255 تعبر عن 255 هوست. أقدر أستخدمه أي نعم. شيء البرودكاست يعني هسه بدي أشرح شنو برودكاست في نتورك. فالكلاس بي
كلاس اي اللي هو ما يستخدم ابدا يعني بس خلينا نشرح شنو كلاس اي. كلاس اي اللي هو عباره عن يعني الهوست هذا كلاس اي عندي نتورك 8 بيتس والهوست 24 بيتس يعني عندي هوست مقدار هوست يساوي 24 اي بي تمام يعني ما في نتورك تحتاج كل الاي بيات لا بينو كلاس مستحيل في نتورك تحتاج كل الاي بيات فكلاس اي قليل استخدامه تمام. كلاس بي كلاس بي بيكون الرقم عندي رينج الاي بيات كلاس اي من 1 الى 127 كلاس بي من 128 الى 191 الماسك مالته 16 تمام. الهوست اللي عندي بهذا اوكي فلو يعني انا راح اختار الكلاس حسب يعني الديفايس اللي عندي حسب الاجهزه اللي عندي. اذا عندي محل في جهاز ما راح اقدر استخدم كلاس سي بس يمكن ابغى استخدم سن جهاز. اذا عندي فاحتاج استخدم كلاس بي تمام. كلاس بي كم اي بي؟ 216 اهم بالملايين. اذا احتاج يعني بس الف اي بي شو راح اسوي بهاي الحاله؟ فعندي الكلاس اي وبي وسي بس حتى نعرف كلاس اي وبي وسي اللي مستخدمه بالاي بي ادريسنج. يعني هسه مثل ما شفنا انه انا عندي الجهاز 192.168.168 برايفت اي بي وعندي هنا هذا البنك انه الاي بي مالته 95 فالرينج من الواحد من 1 الى 100 الى 224 الى كلاس سي. هاي كلها تستخدم يعني اي بي ادرس هاي استخدمها. عندي كلاس بي يسموه مالتي كاست اللي هذا بالاتش سي اي اللي يتم الاتش سي اي يعرف شو مالتي كاست. مالتي كاست هاي اي بيات خاصه بالبروتوكولات او اس بي اف ما اس بي اف هم نستخدم يعني تقنيات معينه اوكي. بس احنا اللي نحتاجه كلاس اي بي سي. كلاس اي يعني ما نستخدمه بي اصلا قليل استخدامه بس سي دائما نشوف كلاس سي بالرواتر. هو الراوتر اللي ديفولت كلاس سي. يعني انا استعمل نتورك 1 شبكه 1 وعندي طلبت اشتري اي بي من مثلا من نوروز او مثل ايرتني شو راح يعطي اي بي؟ على اي اساس راح يعطي اي بي؟ عندي بس كلاسات اي وبي وسي. لو انت 255 اي بي لو انت 216 شو اعطيك 224؟ فهاي يعني هاي التقنيه يسموها كلاس فول. هاي انه ما توفر لي الاي بي انا احتاج مثل اي بي واحد فقط. شلون التقنيه اللي راح تعطيني اياها تعطيني فقط اي بي واحد؟ عندي شيء اسمه كلاسلس اول ثلاث ارقام انها ثابته ما عدا الرقم الاخير اللي هو الكوست متغير. انا عندي واحد يعني واحد اثنين اي يحكي ويا سي فقط اي ما يقدر يحكي ويا بي اوكي لانه يعني الماسك مالتي مختلف تمام. النتورك رقم مختلف. نشوف عندي باي الشبكة عندي نتورك 9.6.8.1.0 وال نتورك الثانية هي 9.6.2.0 تمام. طبعا هي أهم شيء الـ IPR بالشبكات أهم شيء الـ IPR لازم نعرف التفصيل شو نعم نات لا هذا كله لا هنا
بس هسه هوست ما يقدر يحكي للهوست بي. ليش ما يقدر يحكي؟ لانه يعني نتورك اي دي مالته مختلف. لازم نفس نتورك اي دي نفس يعني اول. تمام يعني بال 192 احنا نستخدم الماسك يعني 24 واحد. لما اشوف 24 لازم بس اخر شيء يختلف. لما اشوف 16 لازم بس اول اثنين ثابت واخر اثنين مختلف. تمام اذا شوف 8 اول واحد ثابت والثلاثة الاخيره مختلفه. تمام اوكي. ف خلينا مثلا نخلي الماسك هذا 250 تصدق والله شنو الماسكات شلون؟ لأنه أهم في الماسكات دائما في جلسة العمل. خليتها 250 وخلي نخلينا أي أرقام. نخلي 200 تمام. أنا راح أخلي أرقام عشوائية يعني. خلي مثلا 120 فارد السلاسة وبينج على 10 120 120 تمام. بدنا نشوف انه وصل يعني هو حسب السبنت. بس خليت السبنت بس اول رقم متشابه. بقيت الارقام حتى مختلفه ما تهمني. تمام بس هسه اذا اخلي هنا 255 ابلاي احاول اسوي بينج ماكو بينج. اوكي بس سبنت انه كل 255 يعني 255 رقم اللي فوق هذا نشوف الاي بي لازم يكون متشابه في الطرفين. هسه انا عندي بس 255 وحده شنو فوقها 10 لازم تكون بالجهاز نفس يعني نفس الرقم. اذا عندي هنا 255 ثانيه ناقص 0 لازم هنا لازم الطرف الثاني يكون عندي هم 200. اذا انا خليت 255 لازم اخلي هنا 200 تمام حتى يكون الاتصال. فالنتورك اي دي ثابت في كل الاجهزه والهوست اي دي لا يعني كل هوست الاي دي خاص فيه. اوكي زين قلت بحال انه انا بدي اشتري اي بي من نوروز او من ايرتل شنو الطريقه اللي راح تكون بها الاي بي؟ يلا سم انا قلت بالكلاسي من يعني مينيمم 255 عادي زين اريد بس اي بي او بس 4 بس 10 اي بيات هل انه سم استخدم في يلا سم فاريبل لينث سبمت ماسك يعني ما راح استخدم هاي يعني هاي الارقام العاديه 255 راح استخدم ارقام يعني ما هي عندي 8 وحدات او 16 وحده 24 وحده لان بجد 24 وحده او 30 وحده تمام. فالفي ال اس ام هو اللي يعني ساعدني حتى اخذ مثلا استعمل اريد عندي شبكه هذا الفضاء هذا سويتش انا احتاج هنا بس 4 ايفونات تمام. فمثلا انا عندي اي بي 10.0.0 هذا شلون راح اقسم اذا خلي 24 راح اخذ 255 عادي تمام. فازيد يعني عشان عندي اخر 8 اخر بيت هو عباره عن 8 صفاره
ماسكين كل وحدات الماسك. الماسك اني كلها وحدات بس اخر شيء عندي 8 اصبار. هاي ال 8 اصبار هيك عبارة عن عدد الهوست. حاليا عندي الهوست 2 8 يساوي 255. انا يعني حاليا اقل اريد بس اربع يعني بس اربع بس اربع هوست. 2 جد اربع تمام. فاقدر بس اول جدتين اخليها اصفاره والبقيه احولها وحدات. اوكي فانا ما يحاول يعني هاي الحاله صار عندي بس اربع عدات. بس حاليا اذا احتاج اربع دي سي عندي شيء اسمه نتورك اي دي وعندي شيء اسمه برودكاست اي دي. نتورك اي دي اللي هو اول اي بالشبكه ما اقدر استخدمه واخر اي بالشبكه برودكاست اي دي ما اقدر استخدمه. نتورك اي دي هو يعبر عن الشبكه مالتي تمام. مثل هسه الشبكه انا عندي 10.200.223 واحد خلينا 255 اذا خلينا صفر شوف طلب لي واحد يعني مستحيل استخدم اخر اي بي بس استخدم يعني عفوا اول اي بي. اول اي بي هو اول اي بي المفروض صفر بس لما اكتب صفر وهذا هذا النتورك مالتي ما يعني ما حتى لو مثلا عندي اي يعني اي بي ستاتيك اي بي الداكتور 10.0.0 لما اقول له اوكي يقبل يعني لازم اول اي يعني اول اي ما اقدر استخدمه من اول اي بي كل رينج ما اقدر استخدمه. لا مو جيت واي يسموه نتورك نتورك اي بي. نتورك اي بي يعبر لي عن يعني كل الرينج مالتي من يبلش هو يبلش من الصفر بس الصفر ما اقدر استخدمه تمام. وعندي اخر اي بي اللي هو البرودكاست هم يقبل هذا اخر اي بي اما اخر ليش ما اخر اسم البرودكاست اي بي تمام. فدائما اول اي بي واخر اي بي ما استخدمه يعني ما يستخدم. فانا لما اريد اربع هوست 62 ما تفيدني اخذ بس اي بي باخذ 63 نعم بحالة 254 اوكي قبل اخذ تمام. ف دائما اول اي بي واخر اي بي فانا بهاي الحالة انا عندي 8 اصفار راح اخذ عندي 3 اصفار بطير حولها واحدة لان عندي 24 واحد قد زاد كم واحد زاد عليه مثلا لو وصل الضيق تبدل اي بي على 30 دائما تبدل اي بي 30 من اي بي خاص بك واي بي خاص بي فقط كل الجيت وين مالك هذا شيء اي هاي ثابته كلاسات الماسك مالته 8 24 8 16 24 ثابت هاي يسموه كلاس كل كلاس اي كلاس بي كلاس سي وعندي البقيه يعني هي مو كلها يعني كلاس A كلاس B كلاس C ثابتة كل الاي بيات كلاس انت تقدر تستخدم بين مختلف ما في شيء ثابت يعني هاي هي باخذ كلاس بيات لانه نفس الشيء انا ما ادري ايش هنا نقدر نقسم اي شغل حسب يعني حسب الوقت اللي عندك حسب اللايف اللي عندك تستخدم يعني عندك استخدم 10.0.0 قسمت انا عندي هنا شبكه شبكة بي 4 شبكة مثلا بي 10 شبكة بي 16 تمام. فكل الفكرة ليش اسمها بي ال اس ام لانه عندي الاي بيات العالم تقلد بلشت تخلص فاستخدمت بي ال اس ام حتى اقلل استخدام الاي بيات يعني بدل ما استخدم الشبكة لو ما كنت بي ال اس ام راح اخذ 255 اي بي
بس باستخدام الفاريبل السبنت ماسك راح استخدمه فقط يعني راح استخدم اخذ 2.6 × 8 تمام راح اوزع 4 وثانيه طالع تقل 2 راح اخسر اي بي احسن من اخسر تقريبا 240 اي بي تمام باي فكره البيوس اك سؤال بيستخدمها بالفاير وول بس هناك كنتورك راوتر ما بها الامكانيات. بس الببليك اي بي لا لازم اشتريها الببليك اي بي يصير استخدمه داخل اللاب لازم اشتري فقط على الواتس ببليك داخل منه ودوس عندك ببليك اي بي بس ببليك اي بي مو بس انت بي ببليك اي بي كل بي هسه مثلا انتم تمام مو شكلها شكلها لا ببليك اي بي طالع انترنت فانت تقدر تشتري واحد خاص بالببليك اي بي خاص بالشركة حاليا لما تاخذ اشتراك اكو شيء اسمه احتمال يعني راح يكون تقريبا نفس رينج الاي بي
دي كل خمسة شوف شوف هو الاي لا الاي بي ارز what is my ID الاي بي شو هذا عندي هسه انت لما تفتح تتصل على الواي فاي تفتح هتلقى نفس البابليك اي بي شو 185.195.196.20 اي حسب الشركه اللي مشتركين عندها كل شركه عندها رينج خاص بها خلي تطلع الانترنت كل موزع عنده رينج اي بيات كل موزع عنده رينج اي بيات يعني خليه يطلع من خلال الانترنت هو كل يعني كل بابليك اي بي يسمح تقريبا ال 65000 يوزر يطلع من خلاله يعني شنو هو اللي يطلع عن طريق اي بي وبورت بس انت راح تطلع يعني موضوع الموصل ده موضوع البورتات والناتنج انت لما تطلع بالاي بي راح تعطيك بورت خاص لك ما راح تاخذ هذا الاي بي كله تاخذ بس بورت من الاي بي هذا تمام راح عندك بورت عشوائي مثلا تعطيك بورت 4 8ات خاص بك بس انت فخمس بعد عندك بالموصل 5 5 سكيل مستخدم بالموصل مش بيعرف يعني تقدر تطلع كلهم نفس هذا الاي بي بس شنو كل واحد بورت مختلف واضح راح تطلع انت يعني باي بي وبورت لا يتغير دايناميك يعني أفهمه مو دايناميك يعني عشوائي هم تمشخون عملية لما طلع السيف عملية لما طلعت الانترنت معقدة حيل بس انت يعني تشوفوها سهلة بسيطة بس حيل معقدة انه تحتاج انت اليوزر يعني يوزر نيم وباسورد عن طريق تشوفل بي اوفر انترنت تسوي كونكشن بينك وبين الاي اس بي الاي اس بي راح ينطق عادين بوبليك اي بي وبورت اي بي وناتنج خليك طلع الانترنت تمام هي عملية معقدة بس احنا نشوفه بسيطه لانه يعني I have a public, I have a private, I have a public, I have a private, 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 I have a private
من عندهم مقالات تشتري اي بيات من الاي اس بي. لا يعني شركه ايانا اسمها ايانا مفرت لك ثلاث رينجات, رينج من كلاس اي ورينج من كلاس بي ورينج من كلاس سي. هاي الرينجات اللي من خلالها اقدر يعني اخليها بالراوتر وخليها توزع اي بيات. بس مثل ما انا يعني سويت كونكت على الراوتر موجود هنا, دا اشوف الاي بي مالتي 192.168 من ضمن نفس من ضمن الرينجات هاي. وين يعني اي راوتر تصلون فيه راح يطلع من نفس هاي الرينجات. عندي شيء اسمه اي بي 127.000. تمام, هذا يعني هذا اسميه لوب باك اي بي. يعني شنو لوب باك اي بي؟ تمام, يعني
هو انت عندك الواي فاي كارد مالتك، هذا الواي فاي كارد شلون تقدر لو اشتغل او واجه شلون تقدر لو اشتغل. هذا الواي فاي دائما يجي عليه يعني ديديكيتد ويا اي بي 127 تمام 127.001. ف اللي اسوي بنج على هذا الاي بي 127.001 دي نشوف انا دي ارجع له ريبلاي. هذا معناه انه الكرت النتورك ما يشتغل ما عليه مشكله. هاي ما رجع ريبلاي هنا يعني الكرت النتورك ما لازم ابدله. عندي الاي بي 4 اصفار ويعبر عن كل النتورك. وال اوكي بس اللي شرحناه انه صار عندي بالاي بي عندي نتورك وعندي هوست. النتورك دائما يكون ثابت كل الاجهزه، والهوست يكون كل جهاز كل موبايل كل لابتوب الى اي بي خاص فيه. يعني اول ثلاث ارقام راح تكون ثابته والاخر رقم راح يكون حسب الدرس اللي قاعد تسويه سبنت ماسك. هاي الديفولت اللي شرحناه قبل شوي هي الكلاس كول هاي الديفولت سبنت ماسك. وعندي الكلاس ليست سبنت ماسك مثل ما شرحنا قبل شوي لما اقسم 29 30